Bonjour mes amis, كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم ان شاء الله غادي نديرو فيديو جديد. سمحوا لي غبرت عليكم، ولكن كيف ما قلت لكم شويه القضيه مزيره عندي في الخدمه، داكشي باش غابره شي شويه. هاد الطائر هذا دائما كيجي كيبقى يدق على ماما في الدار، وانا عجبني كيف ما قلت لكم، انا تيعجبوني لي زانيمو، كيعجبوني الحيوانات بزاف. صافي قلت هاد المره غادي نرد مع البال، اون فوا غادي يجي غادي نصوره، داكشي باش دابا صورته ليكم. ما عرفتش واش حسيتو ما عجبكم ولا لا. مهم خليكم معايا باش تشوفوني اشنو درت في هاد النهار. مهم من بعد الغداء، من بعد ما تغدينا غادي نخرج غير انا بابا، غير ثلاثة دينا خرجنا غادي نضربو ان بيتي تور. المهم هانتوما بغات تشوفو فين غادي نمشي. يلا خليكم معانا. المهم غير باش ما نكثرش عليكم سسبنس، حنايا دابا غادي لواحد الكافي، غنجلسو تما غادي نتكلمو مع دابا طاحت الشتيوا، وهذا كاين شويه ديال الخضوريه في المهم ملي كتكون خارج شي شويه على المدينه، ماشي وسط المدينه. واحد القهوه معروفه تما في خريبكا، ها نتوما غادي تمشيو معايا وغادي تشوفوها زوينه. هنا تاني دابا شنو هي القباضة؟ هاني القباضة سياش بي ام سي اي. احنا هاني دابا قررنا القهوة، تشوفوني ولا تبان كدابا؟ نعم سيرني هادي دابا البوسطة الأولى اللي كانت الكوميسارية الأولى، تاهي الأمن الوطني الكوميسارية الأولى في فريدايين. ودابا حنا غادي نجي للبيوت. بابا بابا تصور هاديك الجريدة اللي كنا كنجيو لها. هانتوما كتشوفو النظافة ديال المدينة صراحة، شوفو الأشجار داكشي نقي. لا عزيز عليا وخا هكا كتمشي. احنا دابا غنوصلوا احنا وصلنا السبيطار ديال الشيخ زايد. ها هو الشيخ زايد، هذا هو حنا كندير لو سابي بكري. كان بزاف ديال الاطباء كانوا فيه كيجيو، ولكن كيجيو مره في السيمانه مره في جوج سيمانات. دابا ولا ديال الشيخ زايد حتى دابا ما كيجي. هاد الجريده هادي كنك هاد الجريده هادي كانوا الدراري كيجلسوا فيها ملي كانوا صغار، ولادي كنتو فكتلعبوا انت وامين فيها. ايوا رد بالك، هذا مالو واقع كلك. انا كنصور فيها، انا غادي معاها هنا. هذيك البلاصه راه ناس سميتها الغواته، راه يلا صافي كتغوت مع السبعه الصباح ومع الثمانية ومع الثناش، وفي رمضان كانت كتب تقول لنا الفجر وكتقول لنا المغرب. ها عندك شوية البيوت جنان خريف غاسكيز.
هاد الحجره انت واحد القهوه هنا ولات شتي كافي اوكي شتي البيوت البيوت القديم ها هما ها البيوت القديم ها هما هادو هما البيوت القديم صافي كاين غندوز الجهه اخرى كاين واحد المكتبه الوسائطيه ها هي هنا في هاد البلايص اش كيديروا في هاد المكتبه فيها كيقراو المدرسة ديال 1337 راه هي هادي هي 1337 هنا ها هي الخزانة الوسائطية كيقراو هنا الدراري قالك مدرسة مزيانة ما نعرف قالوا لك راه مدرسة مزيانة والله أعلم هاد البلاصة راه كانت كانوا الفوارات هنا ديال لوسيبي هنا فين كانوا كينشفوا الفوسفات عاد كيخرجوا وانت وبقينا هاد الخرب هذا وما هادو الفوارات راهم تما الشومينيات ديالهم وداكشي وهنا صافي حنا دزت حتى القنطره دابا كلشي تطرق صافي نوقف هاد البلاصه شنو هي المسيره هاد البلاصه هي المسيره ها هما الطوبيس ديال خريبك ها انتم شوفوا شوفوا مقيقي ها هو حمام سفيان مهم لي زامي انا صراحه هنا في خريبكا كاينين ثلاثة ديال لي كافي اللي تيعجبني نمشي ليهم الكافي الاولى هي كافي بدراوي اللي غادي نمشيو ليها دابا كتكون زوينه وسورتو مع لا فيو ديالها مانيفيك نشوف واحد الارض كبيره قدامكم فاش كتكونوا جالسين فيها وزوينه وتري كالم وحتى الموسيقى اللي كيكونوا طالقين فيها كتكون كالم هذه الاولى الثانيه كاينه ستاسيون شيل كاينه في الطريق اللي كنتي غادي لجهه لوطوروت هذيك حتى هي زوينه غير المشكل ديالها ما كايناش لا فيو يعني غير وسط كتكسي وسط ستاسيون صافي وكتكون عامره عاوتاني بزاف كتكون عامره بزاف والثالثه هي الكافي ديال الفوس اللي كاينه في السونتر ديال خريبكا هذيك دابا ولات كتعمر بزاف لي زيتوديون ما كتلقاش بلاصتك فيها ولكن حتى هي زوينه نقيقيه الحق شحال هذه ما مشيت ليها دابا في هاد لا فيديو هادي غادي نديكم معايا الكافي بدراوي هي اللي صراحه تنبغيو نمشيو ليها ملي تنكون انا وبابا وماما استعجبنا بزاف حيت خارجه شويه على المدينه وكما قلت لكم لا فيو فيها زوينه وكتكون كالم ما كيكونش فيها بزاف ديال الناس كتكون كالميه رحتها قاعه الافراح فيها واحد القاعه ديال الافراح الناس اللي كيديروا مناسبات الاعراس ولا الاسبوعيه ولا هذا فين نوصلوا المكان اللي بغينا نمشيو ليه نمشيو للقهوه ديال بدراوي تكون لافي فيها زوينه انتما غادي تشوفوا خليكم معانا ماما قولي قولي خليكم قولي بابا خليكم معانا معاكم خلينا معاكم خايفة خايفة تصدري ها خايفة تصدري قولي قولي على فاق جاية السيمة يبيعوا السيمة دابا غادي نوريكم القاعة ديال البلاد كاينة دابا حرمت هاد البلاد هذا 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 هذا
اه راه الطوموبيل شي واقف مسكين. علاش ماشي خضرا؟ علاش؟ عاد حرت هذا الكافي وقيلا كتبان زوونه دري ماما سكر شحال دري من سكر درتي ثلاثة كاملين انت بابا شحال دير سبان اوكتيوس زوونة بحال كابوتشين مهم حنايا خدينا لا كونسوماسيون كافي كريم الواحد 11 درهم لا كونسوماسيون هنايا ولكن صراحه مزيان غابور كاليتي بري مزيان حيت لا فيو زوينه فوالا صح تكون الدنيا خاويه تكون الدنيا زوينه الشمال علاش زوين حيت كتكون الدنيا خاويه عرفتي باش كيكون عامر الدنيا كيبان خايف حتى بحال دابا في شهر 8 ما عجبنيش شهر 9 المهم عجبني حملنا الكافي ديالنا ملي تبرد الحال مشينا باش نضربو امتيتو غدنا واحد لو تخوك شرينا من مرجان ما عرفتش شنو هو بحال شي بيتزا معمرة من الداخل المهم انا ندوقها ونقول لكم واش زوينة ولا خايبة يلا جينا قد ماما شو هادير دير بحال الطاكوس من الداخل وديرها 30 درهم ديرها 15 درهم رخيصة انا عجبتني بيضا مهم صافي هنايا كملنا الدويرة ديالنا وكنا راجعين للدار فوالا كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وانكم استمتعتوا معايا شوية وانني ما كنتش ثقيلة شوية على قلبكم مهم تهلاو ليا فراسكم كنتمنى انني ما نغبرش عليكم عاوتاني وندير لكم فيديو عاوتاني اخر في اقرب وقت تهلاو ليا فراسكم سلامه